اهلا والسلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة خديجة. كي درتو الحبابات صحابات نتاعي اخواتاتي هتقولوا كيفاش خديجة اليوم تتهضر معانا ماشي في دارها. السبب الوحيد وهو قلت علاش لا ما نتقاسمش معاكم هذه الطريقة اللي تندير انايا باش تندير في المصروف ديالي وتندير اتونسيون كومم لان الشهر تعرفوا دغيا دغيا تيدوز ونشوف كاينين بعض الناس اللي تيقدر يوصلوا باش هذاك الشهريه ديالتهم تتكفيهم غير بالشهر وكاين اللي تيقتصد وكاين لا. اذا بغيت نوريكم الطريقه ديالتي كيفاش تنقتصد و تنكسب واحد شوي ديال واحد المال اللي تاني تندير به شغل اخر بحال لي كورس بحال اكثريه لي كورس انا تيديروني في لي كورس. شويه الطريقه ها همايا انا الفلوس من تنمشي غلط واحد كنت ندير انايا بك افون كنت ندير لاكار ديما 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 لاكار فيما تنخرج تمشي على باش ندير لي كورس تقضيه تنبغي ندير هذيك 200 درهم 300 درهم تنصدق اكثر وتاني بعد المره تمشي على 4000 فاورو تنصدق ثاني الشله. ونصحتني واحد الصديقه نتاعي صافي هذه لونطون نصحتني قالت لي يا خديجه الحل الوحيد شنو ديري واللي تيديروا الاكثريه هو خلي لاكار ديالك وديري واحد اون سون باغ سومين وتبقاي تخرجي غير اللي كيد معاك الفلوس وهكايا شويه راك تحسي براسك بانك شويه. وفعلا تندير هذيك الطريقه تنخلي لاكار ديالي ولا تنخرج الفلوس افون وتندير لاكار نخلي لاكار عفوا وتندي الفلوس معايا صافي نعرف باني انا علاش غاده صافي داكشي محدود. ولكن بعد المره الا خرجت الدراري وكاي بحال السبت وهذا اوبليجي عليا ندي لاكارت معايا لانهم تيبغيو شي حاجه اوبليجي خص تكون لاكارت معاك واخا هذا. اذا اش ندير انا اللي تيبقى ليا من المصروف بحال هذاك 1 سنتيم 2 سنتيم 5 سنتيم تنشدو هنايا وتندير في هاد لاتخوس هادي ديك ديال ولدي هادي هادي وقلت ما نرميهاش علاش لا نخليها و نحتاجها. وفعلا عندي واحد البواط بنوريها لكم في الدار تندير فيها الفلوس اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اللي لقى الشريان هكايا تلقى وبعد المره تلقى الريالات محطوطين الدراري اللي جاو تيحطوا هكايا تنخشي في هذاك الصنيديقه. اذا ما جمعتهم اليوم جمعتهم وغدا عندنا حنايا هنا في لوكليغ عندنا واحد اون ماشين هذيك لا ماشين اللي عندنا هنا في لوكليغ اش نقول لكم تدير لك الفلوس ديالك تتصرفهم وتتخرج لك ان بون باش ان بون داشا تقضي به لانك ما عندك تقضيه لا غير ما تعطيكش فلوس ولكن ان بون داشا سيتو. وتا هذا وتاني تا هي راه تتنفع ماشي ما تنفعش. اذا ها هما الفليسات نتاعي انا وصلت هنايا الباركينغ شتو اذا هنا الظلمه شتيو الفلوس ها هما يا شتيو شحال هنشوف شحال تخرج ليا هادي بعد مرة واخا غا هاديك 4000 ريال الى هكا كما تنقولوا حوزتيها راه مزيان هكايا هاد ان سنتيم هذا ما يطرماوش تجمعوهم وتنفعوكم. اذا بقاو معايا حتى نمشيو نوريكم الطريقه كيفاش. انتم البنات هذه هي لاباراي شفتوا هنا طيب شويه هنايا رماو ليا هاد 3 سنتيم ما نعرف علاش شوفوا واش ثاني
شدها لا ماشين ولا لا. بقاو لي واحد 10 سنتيم مغربيه الزيته نشوف. اه صافي ما عاد خداوها. ها انتم كما تلاحظوا هذاك الصريف اللي عندي ها هي تقريبا 2000 ريال سي ديجا بيان 9 أورو 77. اذا نخليكم نمشي نتقدا نتلاقاو من بعد. الان البنات انا رجعت من التقضيه نتاعي وكما وعدتكم قلت لكم هنوريكم الصندوق اللي تندير فيها هذوك النقود اللي تيبقاو ليا. الصندوقه هي هذه. انا كانت عندي وحده من قبل درت هذا وبدلتها. هذه واحد الصنيديقه كانت عند بنتي الصغيره قالت لي ماما ما بغيتهاش الا هذه بغيتها. قلت لها وي وقلت لها اري لي بنيتي هذه الصنيديقه ديال العجب. هادو فليسات ها همايا هادو كانوا هكايا لقيتهم عند بناتي كان عندهم واحد السوينتات هكايا وكان تاني شويه في السياره هكايا وعند ولدي هكا شتيو. ها نوريكم الشهادة. اذا هاد الشيء اللي كاين وتنبغي النصيحه نقولها للبنات باش ياخذوا واحد كيفاش نقول واحد القاعده واحد العاده ياخذوها. البنات خليو لي كارت بونكير ديالكم في الدار خرجوا واحد اون سوم بقاو تخرجوه تقداو به شاك سيمين هكايا وتشوفوا واحد الفرق كبير 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 بين تخرجي معاك الكارت البونكير ديالك يوميا وما بين تخرجي واحد المصروف هكايا وتتقداي به. تلقاو السيده تدير واحد المصروف اكوتي تنفعها تنفعها لوليداتها تنفعها بنفسها هي تنفعها بنفسها هي وتنفع حتى المنزل ديالها الا كانت بحاجه شي حاجه للدار بلا ما تبقى تقول دائما الراجل ارالي ارالي ارالي. هذوك الفليسات شويه اللي تدير سواء بالتقديه هكايا لان اي سيده راه عارفه شنو تدير بالنقود ديالها. اذا بالباش بلا ما نطول عليكم هكايا تنتمنى من الله بان هاد الفيديو فادكم ولو قليلا ودير به السيده راه يفيدكم البنات ماشي ما يفيدكمش راه يفيد بالنسبه للبنات اللي تيخرجوا لي كارت بونكير ديالهم وتيبقاو يلاه 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 وفي الاخر الشهر ما تيكملوش غير بالسطاطر السطاطر الكبيره ماشي ما نقول لكمش لان فايت فيا انا هذا الشيء افون 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 فايت فيا حتى من بديت هكايا تندير هكايا بان لي واحد الفرق كبير 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 كما قلت لكم هكايا ديال هذا لو كلير. وكاين نسيت ما نقول لكم البنات اللي ساكنين هكايا انا في المدينه فين كاين حتى في كارفور كارفور حتى هو فيه واحد الماشين حتى هو هكايا وتنضر في جميع الدول الاوروبيه. انا بالنسبه لي هنايا انا شفت في لوكلير وشفت في كارفور هادو اللي شفت فيهم. يمكن يكونوا في لي سوق ماغازا ما لاحظش. يمكن الا كانوا البنات كتبوا لي في الكومونتير الا كاين دي ماشين بحال هكايا وفين. الله يسر عليكم وجزاكم الله خيرا. اذا ما تنساوش البنات كما تنقول دائما المشاركه ودعموني بلي لايك وبارطاجيو الفيديو باش تعمل الفائده على الجميع وحنا تنفيدو وتنستافيدو من بعضياتنا. هذه قناتكم قبل ما تكون قناتي وبلا بيكم انايا راه ما هانزيش. وزيدوا حفزوني وتنشكركم تنشكركم بزاف 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 من اعماق قلبي اللي وصلتوني 5000 مشارك. وتنتمنى من الله نزيدوا ان شاء الله القدام ودابا يلا بدرجه ان شاء الله حتى نوصلوا 10000 وان شاء الله من هنا الخير ان شاء الله. وش نقول لكم خليت لكم الراحه ومع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي.